الحقيقه الموضوع بتاع النهارده استفزني، يعني مذكرتي قصيده من 25 سنه كنت لسه في بداياتي واول مره اسافر بره مصر. كتبت مره من المرات النادره اللي كتبت فيها عمريه، فحاول عمريه في وسطكم وامري لله. مستنيين نسمع قصه جديده جاي، مستنيين نسمع قصه. هروب زهق الكلام مني ومليت شهبته، ليه الطريق دايما مغير سكته؟ ليه الجليل يدبل على غصن الوجع والخوف يعشش فوق شفايف ضحكته؟ والنور بنقطع صوت ونخنق، والنور بنخنق صوت ونقطع فكرته، غلط الكبار دايما بندفع بيته. الله نروح احنا هشيته هشيته ليه الطيور من عشها ومشت؟ هشيته ليه الطيور من عشها ومشت؟ خليته ليه القلوب جوه الضلوع كشت؟ شديته ليه الوتر لما انقطع منكم فرقة ليالي الغنى؟ فرقة ليالي الغنى وبعض الطرق مشت. شايل على كتاف الزمن، شايل على كتاف الزمن، ولا الزمن شايل طالع على سطوح الامل آمل بنا مايل؟ مديت ايديا في الهوى وقلت السحاب يمكن لا زلت واقعه تهدني ولا لسه ما طايره. عبيت همومي في شنطتي وعلى كتفي علقتها، عبيت همومي في شنطتي وعلى كتفي علقتها، وركبت اخر سبنسه هي مره وهربتها بعد الحدود بزمان. غمضت بقى عيني لقيت روحي ولاقيه عشاني وعشاني. يم المواجع والهنا خدي قلبي هنا جنبك، ده انا قادر ارقد في ريحك ولا اروح بعيد عنك. زارعينه ليه بالشوك حضنك مكان دافي، وسابوكي ليه الولاد ولا الجفا منك؟ جمع عبياني شوك، جمع عبياني شوك ومبعترة عيالك، نجم التملي يفوق. قومي بقى مالك، اديني ودك في يوم زي انت ما في قلبي، وانا جيلك اجري وزين من جبين شارك. يبدع عمية بقدر ابداعه الفصحى. كل التحية للأستاذ محمد نور.